حراس الأمن في جامعة جازان من المغلوبين على أمرهم، عدا مرتبات حراس الأمن الضعيفة أصلا، وعدا تأخر المرتبات السابقة، وعدا عدم استلامهم للتأمين الطبي الذي وعدوا به، لم تصرف مستحقاتهم الأخيرة من مرتباتهم، ولم تجد أصواتهم المتظلمة ضميرا منصفا ومستجيبا حتى الآن. من المسؤول عن كل ذلك؟ وما موقف الجامعة والشركة المشغلة؟ والأهم، متى سيستلمون مستحقاتهم المادية ويعاقب المسؤول عن تأخرها؟ لفهم الحكاية كاملة أولا سأستقبل على الهاتف الأستاذ سلطان حكمي، وهو أحد المتضررين من تأخر الرواتب حتى الآن. سلطان، حياك الله في أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سلطان، يا ليت تحكي لنا وش اللي صاير. اللي صاير ايش اللي اتكلم وايش اللي اخلي ايش اللي اقول؟ قول. مع شركه مترقي صراحه. يعني الان لنا 9 شهور من يوم وقعنا العقد. ايه. مع الشركه تم صرف رواتب 6 شهور وكلها متاخره. يعني مو نهايه الشهر نجلس نستلم راتبنا. لا، نجلس بعد تقريبا من اسبوع الى اسبوعين الى 3 اسابيع علشان نستلم راتبنا. ايضا انا سمعت من مدير الشركه مصرح في صحيفه قبل يمكن 3 أو 4 أيام يقول انه اعطانا تامين طبي، ولذلك انا لم استلم بطاقه التامين الطبي الى الان. وزملائك ايضا ما حد استلم منهم نهائيا، ما في اي احد استلم. طيب. انا اتكلم الان عن حدود ما يقارب 400 شخص من رجل ومن امراه حراس جامعه جيزان، ما احد استلم بطاقه تامين طبي نهائيا. طيب، تاخير الرواتب، عدم استلام التامين الطبي ووعدوكم فيه، وش بخصوص المرتبات والمستحقات اللي ما استلمتوها حتى الان؟ والله هي متاخره، يعني زي ما تقول حوافز يعطونا الشركه من الشركه اللي قبل الشركه هذه، ما حصلنا اي حوافز من الشركه. لكن يعني راتب واحد. اي، لكن الرواتب الاساسيه، في رواتب ما استلمتوها الى الان، خلنا من الحوافز، في رواتب اساسيه ما استلم. ايوه، الان لنا شهرين ما استلم الراتب، والشهر الثالث الحين اليوم 13 يوم فيه ما قد استلمنا شيء. تكلمتوا مع مدير الشركه ولا مع الجامعه عن كل هذه المشاكل؟ والله طبعا احنا ما نتخاطب مع الجامعه، احنا نتخاطب مع الشركه. ممتاز. لان الجامعه هي موقعه متعاقده مع شركه، والشركه هي المسؤوله عن صرف الرواتب. ولذلك الشركه دائما تتماطل في هذا الاسلوب، رواتب ما راح تصرف. ايش يقولوا لكم يا سلطان؟ والله مدير الشركه دائما ما يتواصل معه، انا شخصيا او من بعض الزملاء يتصلوا على جواله شخصيا، يقول لهم بكرة، وبعض الأوقات يقول لهم ما في، ما راح أصرف. يقولها صريحة يعني ما راح أصرف؟ نعم، يقولها صريحة. أنا اللي أبغى أعرف هذا بكرة متى يجي اليوم اللي بكرة ننتظر فيه نستلم رواتبنا، ما أدري. طيب أنا بكرة ما راح ينتهي. طيب أنا معك، بحاول أعرف متى بكرة هذا، وبستقبل معي على الهاتف مدير الشركة الأستاذ محمد عبد الكريم آل إبراهيم. أستاذ محمد، حياك الله في أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً الشخص هذا اللي تكلم معاك اللي هو سلطان الحكمي، نعم، عرفت ولا لا؟ ايه، يعني للاسف انه ما ادى الحقيقه على الوجه المطلوب. طيب ايش الحقيقه؟ جوالي، اسمعني، فجوالي مفتوح 24 ساعه يستقبل كل مكالمه من جيزان او من غير جيزان او من اي مشاريع اخرى. من ناحيه انت قلت لهم بالنص انه ما راح اصرف لكم رواتب؟ لا، الكلام هذا غير صحيح. وش قلت لهم لما كلموك؟ قلت تأخير المستخلصات سبب لنا وقف الشهرين هذه حتى نتفاهم مع الجامعة لمدة 5 أشهر. إيه؟ ما رفعت مستخلصاتنا. إيه؟ يعني ما يقارب 6,800,000 أو أكثر. طيب انت الحين ما تقدر تصرف لهم الا لما تعطيك الجامعه المستخلصات، انت ما انت متكفل كشركه انك تعطيه راتبه وتتفاهم مع الجامعه بطريقتك؟ احنا دفعنا الى 5 أشهر من جيوبنا. ايه، للمشروع. المفروض ان الجامعه كل شهر ترفع المستخلصات.
اي بس يا استاذ محمد، هل بينكم عقد انتم والجامعه انه انا ما اصرف راتب الا تعطيني مستخلص؟ اذا كيف انت كشخص أي. حطيت ميزانيه لمشروع معين أي. حساس يودد ويصدر، كيف تبني؟ انا دخلت 8 مليون و800 الف صرفت فيها رواتب، ابغى العائد إيه؟ عشان يتم الصرف وتتم العجله ماشيه. اما كلمه اني اتاخر، فهناك البنك والحوالات البنكيه تثبت رواتب العالم كلها. يعني انتم ما تاخرتوا عليهم في الرواتب الماضيه؟ اطلاقا. طيب علما. طيب تسمح لي اسمع صوت سلطان؟ سلطان سلطان، الاستاذ محمد عبد الكريم مدير الشركه يسمعك الان، وهو يقول انه ما قال انه ما صرف، ما راح اصرف لكم، وايضا ما تاخر عليكم في الرواتب، وش تحب تقول له؟ يسمعك هو الحين. والله يا استاذ مفرح، الكلمه هذه قيلت لاكثر من حارس يتصل فيه، يتصل بالاستاذ محمد، اكثر من شخص. سؤالي هل انا يرد عليهم بهذا المنطق؟ اتصلت علي وقلت لك الكلام هذا؟ ما اتصلت عليك انا الا مره واحده، سالتك متى يا استاذ محمد رواتبنا راح تنزل؟ قلت لي بكره ان شاء الله. طيب بكره متى هذا الشيء؟ بكره ان شاء الله اتفاهم مع الجامعه، لانه صار بيني وبين الجامعه 5 اجتماعات. طيب انت على اي اساس قلت له بكره يا استاذ محمد، على اي اساس قلت له بكره راح اصرف الراتب وما صرفت؟ ما قلت بكره ابدا، وانا عند كلمتي. حتى يا رجل هو معك على الهاتف الحين يقول كلمك بنفسه. حتى المتحدث الاعلامي الدكتور ابراهيم اول ما صرح انه المستخلصات استلمتها الشركه كامله، وبعد ذلك نفى وقال ان المستخلصات متعثره. إذا كيف متعثرة وأنا ما باقي لي في العقد إلا 3 أشهر؟ إيه لكن النقطة اللي نبغى نتفق عليها، هل أنت الآن ملزم في العقد اللي بينك وبين الجامعة أنه أنا ما أصرف راتب إلا إذا صرف لي مستخلص؟ العقد هذا ملزم إذا تأخرت 3 أشهر إيه؟ ما رفعت الجهة المختصة مستخلصات تكون نفذ المستخلص، يعني قيمة المشروع المكون للمشروع هذا بالذات. طيب احنا بنسمع صوت الجامعة، لكن قبل ما نسمع صوت الجامعة ابغاك تسمع سلطان. سلطان الاستاذ محمد يسمعك، وش تحب تقول له قبل ما نقفل معك؟ والله كل ما ابغى من الاستاذ محمد نبغى رواتبنا تنزل في وقت المحدد. احنا عندنا التزامات، عندنا كهرباء، عندنا اقساط سيارة، عندنا جمعيات، يعني ننتظر لين متى؟ الحين الشهرين هذه اللي راحت، من اللي راح يدفعها عنا؟ تفضل يا استاذ محمد جاوبه في هذا الشيء. اول حاجه السبب كان تاخير الجامعة في المستخلصات، هذا واحد. الحاجه الثانيه، ما عمر شخص اتصل علي ولاقي تكلمت بحسن خلق، بالعكس انا معاكم والشركه ضحيه من ضمن الضحايا معاكم. ولكن من ناحية الرواتب قلت لكم إن شاء الله كل الواحد الأسبوع هذا أنا أنهي إجراءاتها. إيه الأسبوع هذا راح تنهي إجراءات الرواتب؟ الرواتب بشرط أن الجامعة تنهي إجراءات المستخلصات. وإذا ما أنهت الجامعة وش أسوي؟ ما راح تصرف لهم كذا يعني، خلنا أخذها صريحة. لا لا أنا ملزوم أني أصرف لهم الأسبوع هذا، لأن قضية رمضان وإحنا إن شاء الله ما نوعد بشيء الا ونفيض ان شاء الله. طيب الاسبوع هذا متى بالضبط؟ حددنا يوم علشان نقول لهم الان على الهواء. احنا اليوم السبت، متى بتصرف لهم؟ الثلاثاء او الاربعاء ان شاء الله ننزل الراتبين. الثلاثاء او الاربعاء تنزل الراتبين مع بعض. مع بعض. صرفت من الجامعه التعاون معي. أي. اتمنى مع الجامعه التعاون معي. لكن انت في كل الاحوال يوم الثلاثاء او الاربعاء راح تصرف. ان شاء الله بقدره رب العالمين. طيب هذا وعد منك على الهواء. طيب وعد على الهواء. طيب والرواتب الجايه حتتاخر مثل هذه ولا حتستنى؟ ما حتتاخر، لان العقد حق جيزان 1 سنة كاملة، وانا دفعت الين وصلت 9 اشهر، ما نقصت الشهرين هذه. نبغى المستخلصات ترفع. طيب ايش اللي معطلها؟ طيب بخصوص التامين الطبي، وش حكايه التامين الطبي؟ ليش ما اعطيته؟ العقد هذا طال عمرك رسيت علينا العقد هذا ب 3500. اي وتم الاجتماع في جيزان فقالوا احنا نزلنا الى 3000 ريال، اذا ما هو بداخل في نطاق العمل والعمال. طيب كيف؟ قالوا احنا ما نبغى الا تعطونا الفرد 3000 2500 ريال. إيه.
يا رجل إضافة إلى هذه المرتبات القليلة جدا 2000 و3000 وتتأخر وتنقطع عليهم والكلام، يعني ارحموهم على 10000 و20000 ناس يستلمون وما تتأخر عليهم يا أستاذ محمد. أول حاجة ما تأخر أي شيء إلا بعد ما إن الجامعة أخرت المستخلصات. طيب وش رأيك؟ أنت لما يكون عندك مشروع أنت بنيته وصرت تصرف عليه واستنفذ ما عندك، هل تقدر تجيب شيء إذا ما دخل عندك شيء؟ طيب الحين خلينا نسمع صوت الجامعة وخليك معنا على الهاتف عشان نحاول نوصل لحل في هالقضية. الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي المتحدث الرسمي لجامعة جازان ينضم إلينا على الهاتف. دكتور إبراهيم حياك الله في أهلا. أهلا وسهلا إبراهيم أبو هادي، معكم على الهواء الآن من جازان بالقرب من جامعة جازان. شكرا لروتانا وشكرا لك أخي مفرح، يعني هذا المساء أنت مع الحقوق ومع أصحاب الحقوق. آمل أن نجري الله إن شاء الله على يد روتانا وعلى يدك الخير في هذا اللقاء. الهدف الأسمى في النهاية هو حصول أصحاب الحق على حقوقه. طيب الآن الأستاذ محمد معي على الخط يقول بأنه كل التأخيرات اللي تصير وتأخر الرواتب والمشاكل هذه كلها سببها الجامعة إنها ما رفعت مستخلصاتنا المالية، كيف ترد عليه؟ طيب ممتاز أخي مفرح، عندنا وقت علشان ناخذ راحتنا شوية كذا بس علشان نخرج بنتيجة إن شاء الله نهائية في الموضوع. طيب تفضل، بس يعني حاول طيب تختصر وتقول اللي أنا عندك. ما عندي إطالة، فقط تفضل. أنا أريد يعني أنا أقول للأخي محمد عبد الكريم الغامدي أنا من جهتي كممثل لجامعة جازان أنا لن أتردد في هذا المساء في أي لحظة يتضح لي أن مؤسستي فيها خطأ أن أقول أنا مخطئ. جيد، هذا الذي أتمناه أيضا من نظيري هذا المساء، سواء كان يعني هو أو أي شخص يمثل الشركة، حتى فقط لا يتم استخدام يعني ضعف حراس الأمن وحاجتهم وسيلة لإثبات وجهات نظر حتى يعني قد تكون في نهاية الأمر لا تمثل سوى أصحابها. جميل جميل، يعني لن أدخل في تفاصيل تتعلق بالشركة مهما استطعت إلى ذلك سبيلا. سمعت مع الأخ سلطان، كان الأخ محمد يقول أن المتحدث الرسمي اللي هو إبراهيم أبو هادي يعني ذكر في بداية الأمر أننا صرفنا المستحقات ثم تراجع. أنا لم أتراجع ونحن تصريحاتنا دقيقة وواضحة وشفافة جدا. أنا قلت في التصريح الأول أن الجامعة لم تتأخر في صرف المستخلصات المالية للشركة المتعهدة والرفع بما تبقى منها، والتصريح الثاني قلت أيضا وتبقت لها مستخلصات لم تصرف بسبب وجود ملاحظات ونواقص تخل بشرط صرفها. وش الملاحظات والنواقص؟ أيوة هذا الكلام، إيش الملاحظات والنواقص؟ ترى الأستاذ محمد يسمعك الآن وبطلب منه يرد عليك أول ما تنتهي، تفضل. أبرك ساعة يا سيد. الشركة هذه بدأت معنا من سبتمبر، أوكي؟ سبتمبر أكتوبر صرفوا مستحقاتهم، رفعوا أوراقهم و صرفوا مستحقاتهم. جميل، كيف يتم صرف المستخلص أصلا؟ من خلال تجهيز أوراق بيانات أيضا مسيرات فيها قوائم مالية تفيد باستلام الموظفين لرواتبهم. جيد، إذا ما تم استلام الراتب أصلا فأصلا ما يرفع المستخلص، بعد ذلك يمر على الجهات المعنية، إدارة الأمن ترفع للشؤون المالية والإدارية ثم المراقب المالي ثم يرفع للوزارة والوزارة تصرف للجهة المعنية. هذا المتبع. شهر سبتمبر وشهر أكتوبر مش الحال، نوفمبر وديسمبر تم الرفع من قبل الجامعة لوزارة المالية ضمن عدد من المطالبات المالية الموجودة لدينا وبقيت في المالية لم تصرف، لكن من جهتنا نحن لم يتبقى عندنا أي شيء بخصوصها. شهر 5 وشهر 6 حصل فيها تأخير كبير جدا، تأخير كبير جدا منهم. أنا أقول لك أنا ما إذا أردت ما يدخل في التفاصيل دخلت في التفاصيل. لا يليت لأن الوقت قليل صراحة المتبقي معي. في ملاحظات مهمة جدا، يعني خليني أعطيك بعض الملاحظات المهمة على من أبرزها أن المسيرات المالية الأسماء فيها غير متطابقة، ونحن نصرف عند جهات رسمية ولا يمكن أن يعني أن تسير إلا أن تكون الأسماء الفعلية الموجودة على الطبيعة هي الأسماء التي سأصرف لها رواتب. هذا جانب. جانب ثاني كان في اختلافات في المبالغ عن المبالغ المحددة، إضافة إلى هذا كان يوجد فيها حتميات تم احتسابها على العمال بدون وجه حق. رجعت الجامعة هذه الملاحظات لأنه معلش فلان ناقص 100 ريال رجع له 100 ريال. هذا كلام خطير ومهم بصراحة. تسمح لي دكتور أسمع رأي الأستاذ محمد وبأرجع لك لاستكمال أي نقطة. أستاذ محمد معي، تفضل. يلا وش تقول للدكتور إبراهيم أبو هادي؟ سمعت الآن كل اللي قاله. مع كل التقدير والاحترام للدكتور إبراهيم، لنا الآن 9 أشهر لم يصرف إلا مستخلصين فقط لا غير، عرفت ولا لا؟ الحاجة الثانية
فيه مدير مشروع في جيزان ولا فيه إدارة أمن في جيزان لم تخاطبنا بأي نواقص كانت، بالعكس إحنا اجتمعنا معهم 5 مرات حتى مع مدير الجامعة، وكل شيء نوعد إنها تصرف في خلال 5 أيام أو 6 أيام، ولا نحملهم مسؤولية الأشياء هذه. ولكن أبغى يكون الدكتور إبراهيم دقيق فيما يتحدث به. وش ترد على الملحوظات اللي قالها اللي راصدها الجامعة عليكم كشركة؟ ماشي ولا ملحوظات. أول حاجة أرسلوا لنا خطاب قالوا إنه في شو اسمه خصميات على الأفراد، أيه. الغياب وما الغياب. بعدها نزلت، وهنا أنا أشوف متعامد إلا عن طريق البنك، طلبوا 180,000 زي ما يقول إنه أوفر تايم أو غيره، ونزلت بنفس الحساب بنفس الأسماء بنفس الموقع. طيب عدم تطابق الأسماء وش تقول فيه؟ عدم تطابق الأسماء؟ لا، عدم تطابق الأسماء كان فيها مشروع ثاني، والأسماء اللي في مشروعهم موجودة، لكن أسماءهم موجودة في نفس المشروع، بس قالوا شيلوا الأسماء هذه شليناها. طيب بالنسبة لقصور في المبالغ المتفق عليها ايش تقول فيها؟ ما في ولا اي قصور من ناحيتنا. طيب دكتور ابترك لك مساحة تقول اللي فيها وتختم، لانه بصراحة باق معلومة. لا استاذ فرح والله ما اقدر اختم، معلش قولها ضروري جدا. انا ابغى اقول للاخ محمد، الاخ محمد هل يجاوبني كذا؟ خلي الحديث بيني وبينه مباشرة. تفضل يسمعك. استاذ محمد انت مطلع على المعاملات؟ نعم. انت تقول الان ما وصلتك اي ملاحظات من عندنا، انت مطلع على سير المعامله من اول ما تطلع من عندك حتى ترجع؟ نعم نعم. طيب ممتاز. انت رفعت لي المستخلص مثلا، خلينا ناخذ مثال حق ابريل، رفعت لي متى؟ حق شو اسمه اللي هو حق فبراير، رفعت لي متى؟ في انا ارفع كل تقريبا 3 ابريل. يا دكتور ابراهيم، بالله لحظه يا استاذ محمد، رفعت لي 3 ابريل، انا رجعت له في 9 ابريل، اوكي انت رجعته لي بعد ذلك، ليش رجعته لي وليش انا رجعته لك؟ مو كان لانه في ملاحظات ولا ما كان فيها ملاحظات؟ كيف تقول ما في ملاحظات؟ انت رجعته لي في يوم 25 ابريل، انا مرسل لك من يوم 9 ابريل، رجعته لي في 25 ابريل ليش؟ مع انها ملاحظات اساسيه، بعد ما عدلت ملاحظاتك انا رفعت. استاذ مفرح حتى اذا كنت انت تريدني ان اختم في هذا الموضوع انا بقول لك شيء. طيب الجامعة أنا ودي تختم بما تشاء يا دكتور، لأنه خلاص تقريبا والله انتهى مع الوقت. الجامعة متعاونة ليس من أجل الشركة، الجامعة متعاونة من أجل هؤلاء المساكين الذين يستحقون رواتبهم ومن حقهم أن يأخذوا. جميل، لأجل هذا نحن نسهل كل الأمور. لو ذهب يوم الأحد أو يوم الاثنين الأخ محمد أو أي شخص من الشركة إلى وزارة المالية سيجد أنه لا يوجد لدى الجامعة أي معاملة متأخرة لهؤلاء. طيب سؤال اخير دكتور، سؤال اخير مره بالصرف ولم يتم صرف الرواتب للعمال الى هذه اللحظه. طيب سؤال اخير، اذا كان وعدكم اكثر من مره وانتم عندكم ملاحظات، وش اللي يمنع الجامعه انها تنهي عقدها مع الشركه وتجيب شركه ثانيه؟ ايوه ممتاز، خليني اقول لك شيء. اول شيء يجب ان يعلم الجميع انه يا اخي الجامعه المفترض ان ليس لها علاقه في هذا الموضوع، الموضوع بين الشركه وبين العمال، ومع هذا نحن ندخل من أجل العمال. طيب جميل، وضحت. النظام يلزمنا بنظام تشغيل برامجي. وضحت كذا الصورة يا دكتور، وضحت. والله انتهى مع الوقت وأنا متجاوز لوقت كثير. عموما يعني نحن طلبنا تشغيل ذاتي من المالية ولم يتم الموافقة عليه. مكتب العمل هو الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في هذا الجانب. نريد أن نقول فقط أنه هناك مجال أن الشركة بما أن عندها ملاءة مالية أن تدفع رواتب الناس. جميل. وبينه وبين الجامعة أي جهة قانونية يمكن أن تكون موجودة. جميل. الدكتور إبراهيم أبو هادي المتحدث الرسمي لجامعة جازان، شكرا لك. الأستاذ محمد الثلاثاء والأربعاء سيستلمون صحيح؟ إن شاء الله، وأتمنى من الأستاذ إبراهيم أن يكون واقف معنا ليس ضدنا بإذن الله تعالى. الأستاذ محمد عبد الكريم الإبراهيم مدير الشركة المشغلة، شكرا جزيلا لك. إذا كما سمعتم كل أطراف القضية وأنتم الحكم فيها، الأهم من هذا كله أن الثلاثاء والأربعاء ستصرف مرتبات الشهرين المتأخرة، وأن الشركة تلتزم بعدم تأخير المرتبات. سنتابع هذا الموضوع، وأتمنى أن تلتزم الشركة بكل ما ذكرتك، وأن يحصل هؤلاء الموظفون على حقوقهم كاملة، فهي من حقهم الذي لا يجب أن يتأخر أو ينزع عنهم. كان كل ما لدينا في هذا المساء ما سمعتوه، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. إلى اللقاء.